نعم، مساء الخير عزيزتي، مساء والله النور. وأنتم بخير، لك والمشاهدين ولضيوفك الكرام. نعم، حقيقة مؤسف ومؤسف جدا الصور الواردة إلينا من أربيل ومن أربين ومن بوتشا ومن غيرها من المدن الأوكرانية، وهذا أمر مؤسف الحقيقة. لكن أوضح لك كيفية استثمار أو كيفية إدارة الدول لهذه الأزمة خلال الأيام القادمة. بداية، وكما هو معتاد، نفت روسيا نفيا قاطعا عن طريق وزارة الخارجية وعن طريق الكرملين، وادعت بأن هذه الصور هي صور يراد بها تخريب عملية التفاوض، وأيضا أكدت بأنها انسحبت من تلك المدن التي جرت بها تلك المذابح بأنها انسحبت منذ 30 مارس، كما أكدت أن هناك أطراف أخرى ربما تريد الاستثمار في الأزمة الأوكرانية وتريد تعقيد الوضع، فبالتالي اتهمت تلك الأطراف بهذه المجازر. نعود الآن إلى المواقف الأوروبية التي يبدو أنني وبكل أسف لاحظت أن بها شيئا من الاستثمار. فدعينا نناقش بداية تصريح وزير الخارجية الإسباني الذي أدان تلك الجرائم وأدان تلك الصور، لكنه لم يسمي الفاعل. وأما الرئيس الفرنسي فأيضا أنه أدان تلك الجرائم وأعرب عن أسفه، لكنه أشار إشارة خجولة إلى روسيا بأنها المسؤولة أو أنها يعني كانت تستلم تلك المنطقة أثناء وقوع المجازر. أما هنا في ألمانيا أيضا فنلاحظ أيضا كانت طريقة التعاطي باردة، حيث لم يتم التطرق لهذا الموضوع، لكن تم ذكر هذا الأمر بأنه لا مانع من تشديد العقوبات على روسيا إذا كان ذلك سوف يسهم في إيقاف هذه الحرب أو في تخفيف تلك الانتهاكات. ثم نعود إلى تصريح رئيس الوزراء البولندي الذي كان أكثر المتحمسين لاتهام روسيا، كما دعا إلى عقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي ولدول مجموعة السبع، ودعاهم صراحة إلى فرض عقوبات على روسيا. لكن رئيس الوزراء البولندي أشار إلى أن الحكومة الألمانية هي التي نوعا ما تعارض فرض المزيد من العقوبات على روسيا، لأن ذلك سوف يضر بالاقتصاد، وهنا بالتالي بتنا أمام معضلة حقيقية. وذكرت لك في بداية المقابلة أنني أشعر بأنه سوف يتم استثمار ذلك الاتهام للحصول على مكاسب أخرى من موسكو. فأنت كما تعلمين أن الرئيس الروسي في نهاية شهر آذار أنذر الأوروبيين والدول غير الصديقة كما سماهم بأن الدفع سوف يكون للحصول على الغاز الروسي، سوف يكون الدفع بالروبل. وبالتالي أعتقد، وطبعا أنا أأسف بهذا الاعتقاد إذا كان حقيقيا، أن يتم استثمار تلك القصة للضغط على روسيا وإثناء الرئيس بوتين عن التنازل بمطالبه بالدفع بالروبل، لقاء إلغاء أو عدم الحديث عن تلك المجازر. وأنت كما تعلمين في الصراعات هناك أمر طبيعي أن تحصل هذه التجاوزات والانتهاكات، وبالتالي يعرف الفاعل بأنه نتيجة لهذه الحرب سوف يتم توزيع المسؤولية على عدة أطراف، ولن يتم اتهام طرف واحد وهو محدد بحد ذاته. وحتى هذا الطرف لو تم اتهامه فهو بالتالي ليس عاجز عن الدفاع عن نفسه وتقديم الدلائل. السؤال المهم الآن قانونيا سيد جودة، فقط كسبا للوقت هنا سأسألك عن السيدة ماريا زخاروفا، بدورها قالت أن دعوة موسكو لعقد اجتماع لمجلس الأمن تأتي لبحث ما أسمتها محاولات كييف تخريب عملية السلام وتصعيد العنف. لكن يعني برأيك هل توقف العنف من جانب موسكو حتى يتم الحديث عن تخريب لعملية سلام كما وصفتها زخاروفا؟ حقيقة هذا التصريح مضحك، ونعم أنا كنت سوف أتطرق لذلك. الغريب أن روسيا هي التي تدعو إلى عقد جلسة لمناقشة الانتهاكات في تلك المدن، والغريب أكثر أيضا الغريب أكثر أن تقوم بريطانيا التي هي رئيسة مجلس الأمن برفض عقد تلك الجلسة بدون مبرر. ربما تظن بريطانيا أن غاية روسيا من طلب هذه الجلسة أنها تريد أن تبرر نفسها أو أنها تجهز دلائل مقنعة، فبالتالي قطعت بريطانيا الطريق على روسيا. والسؤال الذي تفضلت به الغريب
والمضحك أيضا كأن الأمور انتهت في أوكرانيا وبقي علينا فقط أن نشير إلى الانتهاكات، أو كأن روسيا أيضا لم تفعل شيئا في أوكرانيا. وبالتالي أؤكد لك، وطبعا هذا بشكل مؤسف، أن يتم استثمار تلك القضية للحصول على مكاسب أخرى بين أطراف الصراع. وأيضا الحقيقة المؤسفة أكثر أن المدنيون سوف يكونون هم الذين يدفعون الثمن الأكبر. فأنت كما تعلمين حصلت كثير من هذه المجازر في سوريا وفي حلب وفي البوسنة وفي دول عديدة، لكن لحد الآن لم نسمع عن محاكمة أحد مجرمي الحرب سوى في الحرب اليوغوسلافية، لأنه كان هناك إجماع دولي من روسيا والاتحاد الأوروبي ومن أمريكا أنه النظام اليوغوسلافي يجب أن ينتهي. وبالتالي سمعت. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد جودة الجيران، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا مباشرة من برلين. شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.